العجينه دي عباره عن ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، رشه الملح، رشه سكر، ربع كوبايه من الزيت، وهعجن بالميه فقط لا غير. هتبقى ايه بقى؟ عجينه متماسكه مش طريه قوي، عجينه ماسكه نفسها. تمام، هعجن فيها كده الميه شويه شويه شويه. عجينها حلوه قوي، هتديني نسخه العجينه دي. نسخه العجينه دي، عشان بس الوقت، انا عايزه اوريكم والله حاجات كتير قوي في الحلقه بس الوقت مش ساعفني. اهو ادي كده العجينه دي، هنمسك العجينه دي بقى كده نعملها كور كده اهو عشان نفردها قد الرغيف اللي احنا عايزينه. تمام، اطلع بقى فاصل واقول لكم تاني بعد الفاصل. معاكم اهو من عيش الدبداب. عيش الدبداب ده اللي عملناه بثلاث كوبايات من الدقيق وربع كوبايه من الزيت. تمام اهو، وممكن تبقي كريمه شويه في الزيت، تديها معلقه زياده، يعني بيحتاج اكتر من ربع بشويه، لان هو ما فيهوش خميره، ما فيهوش بيكنج باودر، ما فيهوش اي حاجه. تمام، وحط عليه شويه شبت بس. خدت شبت من ايديا، عادي يعني، عادي مش مشكله. ونفرد العيش كده اهو، تحس ان هو مضايقك شويه سيبيه وبعدين ارجعي له تاني، ما تحس ان هو بيمطش او طبعا، بس كل العيش ما بيرتاح بيبقى معاكي احلى. يعني احنا بنريح العجينه، قلت لكم احنا عملناها وسيبها ترتاح علشان ما ترتاح ايه، بتفرد معانا كويس، ما تبقاش زي الاستك. ما فيهاش خميره ولا حاجه، ولا خميره ولا بيكنج بودر ولا اي حاجه، هي مجرد الدقيق عليه شويه الزيت عليه الملح والسكر وخلاص، رشه ملح ورشه سكر بس.